بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اليونت 6 يا شباب، الوحدة الستة، الفيديو الأخير، وبكده أكون أنا سلمت سيادتك منهج الترم الأولاني كاملا مفصلا بلا استثناء. مفيش ملحوظة بفضل الله عدت علينا غير لما طلعناها. لو أنت مسكت الفيديوهات دي سمعتها تاني على سبيل المراجعة فأنت متقن، وهتلاقي أثر ده وأنت بتحل في كتب مراجعة نهائية. مفيش معلومة عدت أزعم اللي احنا بفضل الله رب العالمين عديناها شرحناها بالتفصيل. الفيديو ده هو اخر فيديوهات الوحدة الستة واخر فيديوهات منهج الترم الاولاني، وبكده يبقى خلصنا الترم الاولاني. بخصوص الترم الثاني، فالاشتراك لي بدأ بالفعل وتم تشكيل جروب لي. الترم الثاني هيكون فيه شرح ومراجعة في نفس الوقت. بسم الله. اول سؤال بيقول: She is not about the project, she speaks about its benefits all the time. هي بتتكلم دايما عن المشروع وفوائد المشروع طوال الوقت. يعني معنى كده she is kind يعني عطوف، ورد قلق، ولا angry غاضب، ولا enthusiastic. enthusiastic دي معناها متحمس، هي متحمسة للمشروع وبتتكلم دايما عن فوائد المشروع وكده. he used to talk proudly، كان بتكلم بفخر جدا، about his possessions، عن ممتلكاته. بالمناسبة possessions دي ممكن ناخد مكانها كلمة property اللي برضو معناها ممتلكات. كان بتكلم بفخر عن ممتلكاته. he not about how much money he had، هو دايما كان boasted، بيتفاخر عن كمية الأموال أو مبالغ التي يمتلكها. وهنا طبعا لا يسعني الا ان افكرك بان بوست دي معناها تفاخر، اللي كانت بتعمل زيها برضو تيك برايد ان، وكان برضو زيها بي براود اوف، ودي معلومه مش جديده احنا مررنا عليها قبل كده. بي براود اوف معناها يتفاخر او يتباهى. وما تنساش ان في كلمه بوست كده اللي بتساوي كلمه انهانس اللي زيها ستيميوليت اللي معناها يعزز او يدعم. في ملحوظه برضو عايز اقولها هنا يا شباب، اللي هي ملحوظه ايه؟ he used to talk proudly about his possessions. he not قلناها دي تمام. هي دي الملحوظة. طيب ما تنساش ان كلمة complain يعني يشتكي، complain about يشتكي من، الحاجات دي ما تنساش قلناها قبل كده. the prisoner was given a life a، السجين اعطي او حكم عليه بlife sentence يعني حكم مدى الحياة، سجن مدى الحياة. ولو انت قلت لي death sentence يعني ده معناها حكم بالاعدام. طيب this research was done at the request of the science teacher، البحث ده تم القيام به at the request of، معناها وفقا او بناء على طلب معلم او مدرس العلوم. it was not how the whole class، خد بالك انت بتقول the whole class وكان ممكن تقول all the وتجيب بعدها الاسم الجمع اللي هو class. يعني it was how the whole class got top marks in their final exams، لقد كان من الايه ان الطلبة كلهم جابوا درجة نهائية. king anxious يعني غاضب، disappointed يعني محبط، impressed معناها متأثر، لكن remarkable ملحوظ، فقد كان من الملحوظ ان الطلاب كلهم جابوا درجة عالية. طب ليه ما ناخدش impressed يا مستر؟ هقول لك لا، اللي في دماغك يا حبيبي اسمها impressive. يعني ايه impressive؟ لقد كان من المؤثر او المبهر، لقد كان من المبهر. لو هي impressive كنا خدناها. what the criminal did will not him for his whole life، انما فعله المجرم سوف haunt him. haunt هنا معناها يطارده، ودي معناها ان الذكريات بتطاردك. على سبيل المثال لو انت شتمت واحد صاحبك وروحت البيت، كل ما انت قاعد تفتكر في الذكرى وزعلان فالذكرى بتطاردك، يبقى هانت. طبعا تند يعني يميل الى، بوست يتفخر وتباهى، بروكراستينيت يعني يؤجل او يماطل. A new coin is very، العملة الجديدة دائما بتكون anxious غاضبة، disappointed محبطة، impressed معناها متأثرة او منبهرة، خد بالك، لكن شايني لامعة. مستر اشرف سبوك ايه تو هيز ستودنتس وايل هي واز سينج جود باي، المستر اشرف لما كان بيودع طلابه، بيودعهم يعني وهم كانوا خلاص هيعيطوا، فهو كان بيتكلم معاهم افكشنتلي، معناها بعاطفه او بحب او بمحبه. فورشنتلي لحسن الحظ، كيرلسلي باهمال، وبوستلي بوستفولي معناها بتفاخر او بتباهي. اي هاف ا نوت اون ماي فيس فروم ان اكسيدنت، انا عندي ايه في وجهي من حادثه. ريكويست يعني طلب، ريست اللي هو المعصم بتاع الايد يعني، وسليف اللي هو الكم، وسكار اللي هي الندبه. ذا ماونتينير اللي هو الماونتينر اللي هو متسلق الجبال، هيلد اون تو يعني تشبث او تمسك بالروب اللي هو الحبل. بعد كده هندخل بقى على جمل الترجمه، وعايزين نطلع كل واحده من الصح ومن الغلط وليه وعلى مهلك. تعالى معايا اول واحده كده الاجابه فيها الصح يا رقم جيم. من الافضل ان تقوم بالمهام الصعبه دي اولا، المهام السهله ستتم من تلقاء نفسها دون شك. هنا في هنا كاتب لك في شك، فدي باظت. المفروض ان هو قال لك هنا undoubtedly معناها بلا شك. الاولى بقى المهام الصعبه، المهام السهله سيعتنون بانفسهم، هي المهام دي بني ادمين عشان يعتنوا بانفسهم، برضو هنا سيعتنون بانفسهم، فكده كده باظت. فمعاك الاجابه رقم جيم هي اللي صح. الجمله اللي بعدها بتاعت اقيم انتاجيتي، بص يا باشا الفكره بتاعت الموضوع ده انك لما تستخدم جيت مفعول
باست بارتيسيبل يعني يتم فعل الشيء ده بواسطة شخص آخر. فهنا أنت بتقول أقيم إنتاجيتي بنفسي، فده غلط. ورقم اتنين هي الباقي الإجابة الصحيحة، رقم جيم أحصل على إنتاجيتي مقيمة، المعنى بالعربي كده مش مبلوع. لما تقول I get my productivity assessed يعني يتم تقييم إنتاجيتي لي. طب الأخيرة لأصنع التأكيد كلام بعربي مش مبلوع، فبالتالي هي غلط. الجملة التالتة الصح هنا هو رقم ألف، لا أستطيع أن أصدق أنك تركت نفسك حقا تكون ضحية عاجزة لرفقة سيئة. الجملة دي زيها بالظبط كل الجمل دي، بس هو هنا في ملحوظة. لو أنت فاكر كنا بنقول، والكلام ده احنا قلناه قبل كده في الملاحظات، إن كلمة company اللي هي كده دي اسم لا يعد بمعنى صحبة. لكن لو أنت قلت لي a company فدي معناها دي كده اسم يعد بمعنى شركة. لو أنت فاكر الكلام ده ركز فيه. فهنا الراجل بيقول لك أنا لا أصدق أنك تركت نفسك تكون a helpless victim ضحية عاجزة to bad company. جاب لك لا يبقى دي معناها كده صحبة، فموضوع الشركة دي مش معانا وباظت، فبالتالي رقم ب باظت. رقم جيم لا أعتقد، لا أستطيع أن أعتقد، يعني إيه لا أستطيع أن أعتقد؟ هي المفروض إن هو I can't believe، لا أستطيع أن أصدق، يبقى كده باظت. الأخيرة لا أستطيع أن أصدق أنك سمحت لنفسك من قبل، إيه من قبل دي؟ مش موجودة في الجملة العربي، let yourself be ما قالكش من قبل، فكده باظت والإجابة كده رقم ألف. طيب الجملة اللي بعد كده رقم أربعة، رقم أربعة الإجابة الصح فيها هي رقم دال اللي هي دي. بيقول لك مأساة الحياة لا تكمن في عدم الوصول لهدفك، بل تكمن المأساة في عدم وجود هدف للوصول إليه. طبعا مأساة الحياة لا تكمن في عدم الوصول لهدفك، المأساة تكمن في عدم وجود هدف للوصول المفروض إليه، وهنا برضو للوصول المفروض إليه، فكده باظت. الأولى باظت والتانية باظت، ألف غلط وبه غلط، دي غلط ودي غلط. مأساة الحياة لا تكمن في عدم الوصول إلى هدفك، بل تكمن مأساة، بل تكمن المأساة تكمن، يعني بص تكمن المأساة تكمن العربي أصلا غلط. ثانيا قال لك هنا في وجود هدف، ما هو لو أنت عندك هدف يبقى مش مأساة. الجملة اللي بعد كده رقم اتنين اللي هي أول واحدة في العربي، الإجابة الصحيحة هنا هي رقم دي، والموضوع ده سهل جدا، والراجل هنا بيختبرك في القواعد. ليه؟ بقول لك هنا في الجملة بقول لك focus on your goal and don't let، let مفعول مصدر المفروض يا مستر، تمام. هو قال لك هنا to والمصدر غلط باظت. طب قال لا عايزة to والمصدر، لا جاب لك هنا مصدر بس. طب ميك مفعول مصدر، لا هنا جاب لك to هنا don't make small and important two details، يعني ايه جاب two details دي؟ مش فاهم ايه اللي جاب two دي هنا، فدي غلط. فالإجابة هنا الصحيحة هي رقم B. الجملة اللي بعد كده رقم اتنين ان العمل في تنظيم ديت، الإجابة الصح هي رقم C. تعال نشوف working on organizing time and distributing effort while studying your في الفكرة هنا في العربي عايزك تعرفها الأول، ان العمل على تنظيم الوقت وتوزيع الجهد اثناء استذكار دروسك يساعد على زيادة نسبة تحصيلك. الموضوع ده ان عندك فاعل واحد بس اللي هو العمل على حاجة التانية، بس هو كده كده الفاعل هو مين؟ العمل، يعني الفاعل هنا اسم مفرد، فالمفروض ان احنا كنا قلنا helps، هو جايبها هنا help فباظت. to organize time and distributing، ايه to organize time؟ ان تنظم الوقت وتوزيع الجهد، الجملة كده بايظة خالص. طب رقم دي worked on، worked يعني عاملة، فدي باظت. المهم الاجابة رقم C، العمل على تنظيم الوقت ومش عارف ايه، helps يساعدك، ايه اللي بيساعدك؟ العمل، فالعمل ده اسم مفرد، فلاحظ او تنظيم الوقت ده مفرد، فلاحظ انك خدت الفعل مضاف له اس، عشان كده هي اللي صح والباقيين غلط. طب يمكنك دي الاجابه الصح فيها رقم الف، بيقول لك you can overcome your under achievement by eliminating distractions by dividing your time. divide يعني يقسم، لكن هنا كاتب لك هنا dividing your time into، برضه مظبوطه. امال الجمله الثانيه فيها خطا فين؟ تعال اقول لك you can overcome your achievement، تتغلب على انجازك، لا غلط. هو في الجمله قال لك انخفاض تحصيلك الدراسي مش على تحصيلك الدراسي. اللي بعدها بيقول لك you can overcome your low، low دي اللي هو القانون حضرتك، هي لو مكتوبة كلمة low بالO كنا قلنا ماشي، لكن هي كده باظت. وهنا ايه جايب لك multiply اللي هي يضرب مش يقسم، فكده باظت برضو. الجملة رقم اربعة ان تسويف ديت الاجابة الصح فيها رقم B، بقول لك هنا procrastination is a first step، هي اول خطوة on the road to، طبعا step ما فيهاش خطأ طبعا عشان ما عملش دائرة على حاجة الا ما تكون غلط، اعمل كده is a first step on the road to failure as they used to say، كما اعتادوا ان يقولوا. الجمله دي كلها صح، بس ناقص كلمه formerly اللي هي معناها قديما، مش موجوده في الجمله قديما يبقى باظت، لكن الجمله كلها على بعضها صح. هنا طبعا procrastination قلنا الاجابه صح، هو مديك هنا formerly معناها سابقا. is the first stop، لا هو ما قالكش اول موقف واول خطوه. procrastination is the first step on the road to failure they used to be said، يعني هم اعتادوا ان يقالوا، هم قالش كده، هم اعتادوا ان يقولوا، فقديما قالوا يعني معنى كده مبنيه للمعلوم، وهو عامل هنا مجهول.
الامتحان يا باشا سريع برضو، لطيف كده، ما فيهوش اي مشكله. interests اللي هي الاهتمامات، not from one person to another، الاهتمامات ايه من شخص لاخر، اكيد فاري، تتنوع او تتعدد. ترجم معايا بقى الباقيين كده. lead لوحدها كده معناها ماده الرصاص، لو قلنا lead to يعني يؤدي الى، بتساوي كلمه result. in زيها برضو نفس المعنى، بياخد كوز، كوز يسبب، بس خد بالك ان ليد تو بعدها اي ان جي، ريزلت ان بعدها اي ان جي، كوز يعني يسبب بعدها اسم، ديستراكت يعني يشتت، وسويتش اوف دي معناها يطفي الجهاز، ومعناها تو تيك ا ريست يعني ياخد راحه، يفصل نفسه من العمل. انكاريجينج ستودنتس امبروفز زير نوت، تشجيع الطلاب يحسنوا من بروكراستينيشن تاجيل او تواني، اناليزيس تحليل، برودكتيفيتي انتاجيتهم، وبرميشن يعني اذن، تشجيع الطلاب بيحسن من انتاجيتهم. بعد كده his need for money not him to accept such a tiring job، احتياجه للمال عمل فيه ايه ان هو يقبل هذه الوظيفة المتعبة. forced يعني اجبره، stated يعني ذكر، mentioned يعني ذكر برا اللعبة. is a process of getting better at doing something، هي عملية انك تتحسن في القيام بشيء معين. or getting closer to finishing، او انك تقترب من الانتهاء او تحقيق شيء ما، فده التقدم لكن ده التأجيل او التواني. productivity اللي هو الانتاجية، و efficiency اللي هي الكفاءة. في رقم 5 بيقول لك some changes to your study habits may raise your productivity، معناها انك تعمل بعض التعديلات لعادات المذاكره بتاعتك ربما ترفع من انتاجيتك، فاكيد ان يقوم بعمل تغييرات اسمها make changes. she declined his offer يعني هي رفضت عرضه. she declined his offer رفضت عرضه to marry her ان يتزوجها، saying that قائله ان هم عندهم شخصيات مختلفة. كلمة decline هنا معناها يرفض. قبل ما نحل الجملة دي عايزة تعرف ان كلمة decline معناها ينخفض او انخفاض، معناها كمان يرفض. وفقا للسياق هي رفضت العرض، يبقى كلمة decline يعني يرفض، نفس معنى turn down ونفس معنى refuse، لكنها عكس accept يقبل. ايمن نوع the situation in a way I don't agree with، ايمن يقيم الموقف بطريقة لا أقبلها، يبقى assess يقيم، assessment تقييم، procrastinate يعني يتوانى أو يؤجل، procrastination التواني أو التأجيل. في رقم 8 you need to take a rest، محتاج تاخد راحة يا ابني، to renew your energy، this means you need to switch off زي ما قلنا، switch off يعني ياخد راحة، tend to يعني يميل إلى، result in، result in اللي زيها lead to والاثنين بعدهم ing وبيساوي cause، look at يعني ينظر إلى. I don't let others don't let let مفعول مصدر يبقى use. I don't allow not my tablet. عند allow يا مستر عايزك تفكرني بيهم اصلا انا بنساهم على طول. حاضر يا نور عينيا. بص يا باشا عندك allow دي حلوه نور عينيا دي حتى حريمي كده. allow دي بنجيب بعدها مفعول، مفعول وبعدين to والفعل في المصدر، او مفعول وبعدين اسم، او ممكن اسم على طول، او ممكن ing، بس ال ing دي عايزك تبقى خربوش وعارف دي لو مفيش مفعول، لو مفيش مفعول. طيب allow مفعول تو المصدر، I don't allow، I don't او I allow، I allow علي to use my car، انا بسمح لعلي ان يستخدم my car. خد بالك ادي allow مفعول تو المصدر، او I don't allow my son mobiles يعني ما بسمحش لابني بالموبايل، او I don't allow سيجارتس يعني انا لا اسمح بالسجائر. طيب ده بالنسبه للحاج قلاو. طيب احنا جملتنا هنا موقفها ايه؟ بيقول لك انا لا اسمح باستخدام التابلت، قال لك هنا مفعول، لا هنا مفيش مفعول، بما ان مفيش مفعول يبقى الفعل مضاف له اي ان جي يبقى يوزنج. وي ار نوت ذا رايت تو، ذا رايت الحق ده مفعول، يبقى احنا يسمح لنا بالحق في ان نعبر عنه يبقى قلاو، ودي ار قلاو ذا رايت، يعني هنا مفيش مفعول او جاب بعدها اسم يعني، يبقى وي ار قلاو ذا رايت ده اسم. We not outside meals at school، نحن لا نسمح بالوجبات الخارجية في المدرسة، يبقى ده اسم، ويبقى we aren't allowed، نحن لا يسمح لنا بالوجبات الخارجية. I stopped سما، stop مفعول ing وfrom ing، يبقى a and b، ودي معناها يمنع، فأنا منعت سما من أن تلعب الكمبيوتر جيمز. Mom not رحمة wasting her time، والله في مفعول واي ان جي يبقى stop، لكن make مفعول مصدر، let مفعول مصدر، فمش هينفع دي ولا دي. I my teeth checked، والله my teeth دي اسناني، ده المفعول، يبقى انا كده ممكن استخدم هنا have، ممكن استخدم get. طيب ادي get وادي have، يبقى اي اند بي، ما عشان have مفعول تصريف ثالث، get مفعول تصريف ثالث. You should have your clothes، have مفعول past participle يبقى washed اللي هي دي. قطعة لطيفة الظريفة دي بيحكي لك فيها عن المدرسة واللي انت بتعمله في المدرسة. الراجل بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ At school في المدرسة you have probably had support
of your teachers في المدارس أنت بتاخد تأييدك ودعمك من المعلمين ومن الفاميلي من عائلتك and your friends ومن أصدقائك. When you leave secondary school لما تخلص مدرسة ثانوية you will start to have responsibility بتبدأ تاخد مسؤولياتك. وهنا في سؤال عليها في القطعة الراجل بيقول لك بعد الثانوية العامة، خد بالك بعد الثانوية العامة بتاخد مسؤولياتك. حلو، will start to responsibility for your own life بتاخد مسؤولية حياتك الشخصية في ثانوية عامة. This means being in control of your time and also your choices of career بتبدأ تتحكم في حياتك العملية وفي المهنية وكده. It is important never to forget the values and morals المفروض ما تنساش يا عم الحاج القيم والمبادئ that your family and your school have taught you التي علمتك إياها مدرستك وأسرتك. Show respect not only to older people يعني ما تحترمش بس الناس الكبار، لا ده كمان your work colleagues اللي هم زمايلك في العمل both male and female. احترم الكبار أولاد وبنات وصغيرين كله. Remember to be tolerant of who are different to you خليك متسامح مع الناس اللي هم أكبر منك. Be loyal to all your friends وخلي عندك ولاء كده لكل أصحابك ما تبقاش عيل ندل. When you are at work عندما تكون بالعمل make sure that you help and support your work colleagues خليك متأكد انك بتدعم وتأيد كل أصحابك في العمل. It is good to be ambitious حاجة جميلة انك تبقى طموح but don't envy people بس اوعى تكون بتحسد الناس وتحقد عليهم الناس اللي بيرقوا before you الناس اللي بياخدوا ترقية قبلك بلاش تبقى حقود عليهم. Be patient كن صبورا and always work hard واشتغل باجتهاد and you will be rewarded one day وفي يوم من الأيام يا باشا هيجي لك الكرم من ربنا وهيتم ترقيتك. When you are not at work لما ما تكونش في الشغل spend some time helping your local community اقضي بعض الوقت في مساعدة مجتمعك المحلي. This is excellent way to meet new people ودي حاجة كويسة بتقابل بها الناس الجدد and to help improve the lives of others وبتساعد فيها تحسين حياة الآخرين. Try to help the poor whenever you can حاول تساعد الفقراء وقتما يمكنك. Most people find that voluntary and charitable work is so rewarding that they are happy to do ولكن حاول تساعد الفقراء والناس اللي حواليك معظم الناس بيجدوا ان العمل التطوعي والخيري ده عمل مجزي برغم ان هم ما بياخدوش فلوس يعني وبيكونوا سعداء جدا. Your school has taught you how to pass your exams مدرستك علمتك ازاي تنجح في الامتحانات but it has also taught you important values and morals ولكنها ايضا علمتك قيم ومبادئ that will help you whenever career you choose اللي هتساعدك whatever career ايا ما كانت المهنة اللي هتشتغلها في يوم من الايام. السؤال الاولاني بيقول لك العنوان الرئيسي اللي يصلح للقطعة دي how to be successful after leaving school ازاي تبقى ناجح بعد ما تخلص مدرسة وتغادر يعني مدارس ولا how to succeed at your school ازاي تنجح في مدرستك ما قالش خالص ذاكر ازاي. Tolerant people lose ان الناس المتسامحين بيفقدوا كثيرا في حياتهم بالعكس ده هم اللي بيكسبوا. You will be rewarded one day انك انت هتكافئ في يوم من الايام. لا الراجل بيقول لك ازاي تتعامل بعد انتهاء تعليمك في رقم ايه in your future career في حياتك المستقبليه ايه اللي هيدعموك. اخر كلمتين الراجل قالهم لك هنا في القطعه اهي قال لك your values and morals هيستمروا معاك وهيساعدوك يبقى هنا morals and values رقم بي. الجمله اللي بعديها voluntary work is rewarding also العمل التطوعي ده عمل مجزي برغم ان هو unpaid يعني بلا مقابل غير مدفوع ببلاش يعني. Being A أن تكون A فده بيساعدك to get on well إنك تتواصل كويس مع الناس الآخرين إنك تكون عنيف ولا tolerant متسامح ولا خجول ولا خجلان. طبعا شاي خجول بطبعه مؤدب يعني متربي لكن الشيمد خجول بسبب عمل سيء أنت عملته بسبب عمل سيء. أنت لما تكسر إزاز عربية واحد كل ما تقابله أنت كده الشيمد منه لكن كلمة شاي لما تكون مكسوف بتتكسف لما تقابل الناس كده يعني. Remember to be tolerant of people who are لازم تبقى متسامح مع الناس اللي هم different to your colleagues الناس اللي هم مش زمايلك ولا similar to your colleagues الناس اللي هم شكل زمايلك يعني ولا المتشابهين معاك ولا different to you لازم تكون متسامح مع الناس المختلفين معك في الآراء والفكر وكده. Young people are likely to become responsible الشباب بيكون مسؤول امتى قال لك بعد الثانوية يعني بعد 18 سنة لكن مش قبل العيد الميلاد الثامن ولا بعد الابتدائية ولا بعد الإعدادية ده بعد الثانويه لما يدخل جامعه يعني. The word A from the passage means people who live in the same area الناس اللي عايشين في نفس المكان اللي هم المجتمع يعني community. ايه من دول can summarize the second paragraph الباراجراف الثاني اللي هو فين يا باشا تعال نبص عليه كده بصه مع بعضينا. القطعه بدات هنا ده اول باراجراف ده ثاني باراجراف
بقول لك هنا اظهر احتراما للناس كلهم الكبار والصغار، وتعلم مع زمايلك تحديدا سواء ذكورا او اناثا، وتذكر ان التسامح هو اللي بيخلي الناس يكونوا كويسين. tolerant of people who are different to you. كن وعندك ولاء انت. تعال نشوف كده. الراجل بيقول لك هنا بقى الجمله بتعبر عن the rules you have to follow at school. في المدرسه تعمل ايه؟ لا مش في المدرسه، هو ما بيتكلمش عن المدرسه هنا، هو هنا بيتكلم على عموما في العمل. ان التعليمات which you have to obey at work at your community، التعليمات اللي المفروض تمشي عليها في مجتمعك. how to deal with your colleagues at work، ازاي تتعامل مع زمايلك في العمل. بعض الملاحظات you have to stay healthy، ازاي تبقى صحيح البدن، تاكل ازاي وتشرب ازاي. لا يبقى رقم سي. قطعه خلصت وقطعه لطيفه. اللي بعد كده يا سيدي بيقول لك for almost 800 years Chillingham Castle has been home to ghosts of all different types. على مدار 800 سنه القلعه دي فضلت بيت الأشباح من كل الأنواع. In the early 90s, visitors to the castle reported seeing a ghost of a little boy. الناس اللي كانوا بيزوروا المكان ده في أوائل التسعينات، يعني كده في أوائل القرن ال 19، كانوا بيقولوا إن هم كانوا بيشوفوا ولد شبح لطفل صغير. They gave him the name Blue Boy. كانوا بيسموه الولد الأزرق لأن هو كان دايماً بيرى وهو يرتدي ملابس لونها أزرق. By blue light. Late in the 1920s في عشرينات القرن 19 workmen fixing a wall، العمال اللي كانوا بيشتغلوا في إصلاح سور من الأسوار. In an unseen bedroom في غرفة بعيدة معزولة had an unpleasant surprise، حصل لهم دهشة أو شيء مدهش غير صار. While working they discovered the bones of a small child، اكتشفوا عظام طفل صغير وكان لابس ملابس زرقاء مدفون في الحيطة. Interestingly مما أثار دهشتهم after these remains were buried in the local cemetery، بعد ما دفنوا اليسمان بتاع الواد ده ولموه كده على بعضه في المقابر، the ghost boy was never seen again، الواد لم يرى بعدها اطلاقا. another ghost that has another ghost، يعني ده الجوست رقم 2 يا جماعه عشان احنا هنتسال على السؤال ده بعد كده. has been seen in the castle is the lady Mary Berkeley، واحده سيده اسمها ماري. she died alone in the castle after her husband left her for another woman، فضلت قاعدة لوحدها لما ماتت لأن زوجها سابها وراح لواحدة تانية. People have heard the sound of her dress rustling as she walked by، الناس كانوا بيسمعوا الفستان بتاعها وهو معدي كده عليهم. Also the white lady، كمان المرأة البيضاء، ده رقم كام كده يا فندم؟ رقم 3. Who is supposed to be the ghost of a woman poisoned to death many years ago، ده بيعتقد ان هو شبح لمرأة سجنت وبعدين سممت لحد ما ماتت. She has been known to go up to people، كانت بتطلع بره ويطلع قدام الناس ask for a drink of water وتقول لهم عايز اشرب and then disappear وبعد كده تختفي. Instead of avoiding، بدلا من تجنب، instead of avoiding Chillingham castle، بدلا من تجنب القلعة دي، it has now turned into a tourist attraction، بقت مكان سياحي ومزار جميل جدا بيزورها آلاف الناس كل سنة. بعض الناس بيتجولوا حواليها في المكان ده وياكلوا في القلعة ويشربوا شاي، but others usually stay، والبعض الآخر كان وصلت بيه درجة الافتراء ان هو كان بيقعد بيقيم في الكاسل itself. For those people who want more special experience، الناس اللي عايزة تجربة بقى مختلفة عن كل الناس دول، الكاسل كانت بالنسبة لهم host weddings، بتستقبل زفافهم وحفلات الموسيقية والأوبرا والمعارض، كل ده to make the castle their home، خلوا الكاسل دي بالنسبة لهم بيتهم. القلعة دي has also been used as background location، كانوا بيستخدموها كلوكيشن للأفلام في عروض التلفزيون. أول سؤال، القطعة دي بتحكي عن إيه؟ بتحكي عن الكاسل of ghosts، عن قلعة الأشباح، مش عن friendly ghosts خالص، عن الأشباح الودودين، ولا الولاء السيدة اللبسة أبيض، ولا الولد الأزرق لوحده. بعد ما الولد دفن the blue boy was never seen، الولد لم يرى بعدها فعلا زي ما قال في آخر باراجراف الأولاني. بعد ما الولد دفن الناس أو الولد ده لم يظهر ثانية. the last paragraph، آخر باراجراف ممكن يلخص فيه it was amazing to have wedding and concert in Chillingham Castle، كان شيء مدهش ان الناس تعمل فيه حفلات زفاف وحفلات موسيقية، مش بس دول، حاجات تانية، يبقى دي كده مش صح. Chillingham Castle is best used now، بيستخدم افضل استخدام، حفلات موسيقية وحفلات زفاف ومؤتمرات ومعارض وعروض وصالة تصوير افلام، يبقى رقم بي. الانهو جوست، كم جوست يعني ذكروا في القطعة؟ في القطعة 3، الولد والوايت والمرأة اللي كانت اللي كنا بنقول عليها دي ماري، سيدة ماري. On the contrary، على خلاف او على عكس، قلعة تشيلنجهام ديت has become a very noted place، اصبحت مكانا
سكيري مخيف، لا اصبحت فاسينيتنج، مكان رائع عظيم، الناس كلها بتصور وتتفسح. الناس العاديين ممكن يشربوا كوبايه شاي في القلعه، بس الناس الشجعان ستي بيقعدوا بقى ويقيموا كده في المكان. The writer thinks that we should، الكاتب بيعتقد ان احنا المفروض نغير اعتقاداتنا عن الاماكن السيئه ونحولها لاشياء ايجابيه. ليه؟ القلعه دي كانت مكان مرعب ومخيف، بقت مكان جميل والناس بتقعد فيها. ولا نغير الايجابي لسلبي، ولا ما نهتمش بالنقاط اللي احنا بنشوفها بارائنا، ولا ما نهتمش باراء الاخرين، ما لهمش علاقه بالموضوع. المؤلف بيقول ان دفن الطفل اللي وجد في الحائط put the ghost to rest، ولا جعل ما فيش اختلاف خالص، لا في اختلاف، ما هو الواد كان بيظهر ويوم ما اندفن بطل، caused من problem سبب مشاكل، ولا was scary action كان شيء مخيف، لا ده الواد لما اتدفن put to rest يعني لم يعد يظهر مره ثانيه، معنى كده ان هي رقم ايه اللي صح. الترجمات الجميلات، اول واحده الاجابه الصح كالعاده هي رقم باء. طب الاولى غلط، عشان هو قال لك ايه، لا يشعر الناس لا يشعر كثير من الناس بحب بحب العمل. هو قال لك هنا بقى بقول لك don't feel، many people don't feel engaged، لا يشعرون ان هم مندمجين في العمل، مش بحب العمل. طب الحاجه الثانيه، تتاثر مشاركه في مكان العمل النتيجه ما اعرفش ايه، قال لك لا يشعر كثير من الناس بالاندماج، دي مظبوطه. طب رقم سي، الخطأ اللي كان في سي كان كالتالي، بقول لك تؤثر النواحي النفسية وعوامل أخرى في مكان العمل والإنتاجية، دي كده غلط أصلا بالعربي، يعني ينفع أقول لك تؤثر النواحي النفسية وعوامل أخرى في مكان العمل والإنتاجية بعدة عوامل، العربي نفسه مش مترتب. رقم دال هنا يشعر، وهو في الجملة قال لك دونت فيل، يبقى لا يشعر، هو قال لك دونت فيل أهي، يبقى دي باظت. طيب بعد كده رقم 34، الجملة الصح هنا رقم باء اللي هي دي، الأولى غلط ليه؟ قال لك الصراعات تؤثر على السلام العالمي، هو قال لك هنا on global economy الاقتصاد العالمي، ودي برضو السلام العالمي فباظت، يعني انت معاك لسه جيم عايزين نعرف خطأ فيها فين. قال لك الصراعات الإقليمية، في الجملة قال لك political conflicts، الصراعات البوليتيكال يعني ايه؟ السياسية، وهنا قال لك الإقليمية، ودي كانت الاقتصادية برضو، فباظت باظت باظت، ما عادش غير رقم بي باقي اللي صح. تهدف مبادرات حياة كريمة ديت، الإجابة الصح هنا رقم، الإجابة الصح هي رقم سي. طيب الباقيين غلط ليه؟ أول واحدة غلط علشان قال لك ذا حياة كريمة انيشيتيف هوبس تو، يعني إيه تأمل إلى؟ هو قال لك هنا تهدف يعني إيمز مش هوبس، من أولها كده باظت فمش هنكمل. اللي بعدها رقم بي غلط علشان تو أليفييت بيردنز أوف إمبلويز، اللي هم مين إمبلويز؟ اللي هم العمال أو الموظفين، هو في الجملة قال لك ما قالكش العمال، قال لك المواطنين مش العمال. الجملة اللي بعدها رقم دي اخر سطر خالص هنا بقول لك ايه بقى، فور زير كاتيجوري اند ريموف زير ليفنج كونديشن، تزيل احوالهم المعيشيه، لا المفروض تحسن امبروف، فباظت على كده. 36 الراجل بيقول لك الاجابه الصح هي رقم بي طبعا، الغلط في الاولانيه يو ماست بي ان اكتيف وركر، يجب ان تكون عاملا نشيطا، قال لك هنا عضوا مش عاملا، يو ماست بي ان اكتيف ممبر، دي مظبوطه بس الخطا فيها of your country، country يعني دولة، قال لك هنا مجتمع اللي هو community فباظت. اللي بعد كده الأخيرة خالص رقم دي، هو بيقول لك بقى في الجملة عشان فيها غلط في السياق، don't be negative and only try to، يعني لا تكن سلبيا وفقط حاول أن تنتقد ولا تحاول أن تنتقد المفروض، يعني كده هو بيقول لك ما تنتقدش، هنا في الجملة بيقول انتقد. The core point in the following paragraph، السؤال ده سؤال لطيف وخفيف وظريف، النقطة المحورية في الباراجراف ده اللي هنقرأ ده عن إيه؟ بيقول لك التكنولوجيا، ركز بقى معايا كده، technology plays an important role in our lives، we use it in a lot of fields of life، however I am totally in favor of using، انا مؤيد لاستخدام التكنولوجيا ومش عارف ايه كده، ما اعرفش انها ما بتسببش مشاكل كده، يجب ان نضع في اذهاننا التكنولوجيا هي سلاح ذي حدين، يعني معنى كده مميزات وعيوب. وبعدين قال لك انا ضد الناس اللي بينادوا باستخدام التكنولوجيا بشكل مفرط، يعني التكنولوجيا كده مميزات وعيوب. حلو الجمله الصح بقى، يا ترى بيقول لك ان التكنولوجي كان ريبليس مان، ان نحطها نستبدلها بالانسان، والتكنولوجي هي السبب الاساسي للدمار، هو قال لك ان لها مميزات وعيوب، تكنولوجي هاز ادفانتجز اند ادفانتجز، يبقى رقم سي مظبوطه. طب رقم دي، ا لوت اوف بيبل فيل فول براي، الناس كتير بتقع يعني فريسه للتكنولوجيا، هو رقم اي وبي ودي مركز على جانب واحد انها وحشه، لكن رقم سي مميزات وعيوب زي ما هو قال في القطعه اساسا. ايه من دول صح؟ Do you have sugar free؟ والله sugar ده اللي هو السكر، وفري ده اللي هو فاضي ما فيهوش سكر يعني، فsugar free ده صفة مركبة المفروض في هايفن في النص مش موجودة فغلط.
جاب لي هنا هايفن، بس ده سؤال المفروض علامه استفهام. Do you have sugar free؟ عامل لي كومه المفروض تبقى هايفن، فدي برضو باظت. يبقى الاجابه الصح رقم دي. اللي بعد كده 39 بيقول لك نوت از يوزد تو اكسبريس سترونج فيلينجز، بنستخدمها عشان نعبر عن المشاعر، يبقى اكسكلاميشن مارك وش. ايه من دول؟ بتاع هاز بيرفكت بانكويشن. هنا بقى في حته عايزك تفهمها. لو انت جيت قلت لي اي ايت ميت، انا اكلت لحمه كما فيش كما اند رايس، دي كده صح. طب لو انت قلت لي اي ايت ميت، انا اكلت لحمه كما فيش اند رايس، برضو كده صح. طب انت هنا في الجمله الاولانيه صح ليه؟ ما عشان دي سلاسل، مع السلاسل ممكن نعمل اند، وممكن نعمل كما واند مع السلسله. يعني ايه سلسله؟ انت بتقول انا اكلت رقم واحد اللحمه، رقم اتنين السمك، رقم تلاته كذا، فدي سلسله، فتعمل كما واند. هنا الراجل في الجمله بقى عامل لك ايه؟ I ate وعمل لك الكولون، وبعدين ما نعملش كولون دي غير لما يكون في تفصيل بعد اجمال، بمعنى I ate much food، انا اكلت طعاما كثيرا. حلو. وبعدين حط لك نقطتين على بعضهم، وبعدين قال لك الاولاني والتاني والتالت. هنا عمل لك ايه؟ تفصيل اهو بعد اجمال، اكلت اطعمه كثيره، وبعدين فصلهم لك، يبقى تعمل الكولون. فدي مش موجوده غلط، لان احنا ما عملناش تفصيل بعد اجمال، وهنا دي ملهاش اي 60 لازمه. برضو انا اكلت سمك ورز اند سالت، مظبوط. انا اكلت كوما ملهاش لازمه، يبقى كده رقم سي اللي صح. وبكده خلصنا بفضل الله رب العالمين كتاب الترم الاول. نلتقي في كتاب الترم الثاني دون ما اخلال او تقصير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.